ايوه طارق. ايه انا عم فكر لانه بتعرف هلا صار جاي الصيفيه، عم فكر اول شيء اهم شيء بدها تنظيف البسين، اوكي؟ ايه وشها كثير. شو قولك بغير البلاط؟ هلا هو البلاط بتغيريه افضل لانه في الوان عم تيجي هيك باستيل اكثر هيك احلى. قولك وفيك تحطي خيمه اذا بدك وجاكوزي شوي تعملي فيها. انا عم فكر خليها وبركي بنعمل خيمه هون شوف. طيب خيمه هاي تيتير. هاي مجدي هاي مجدي هاي تيتير. هي هي رح تقول المهندس تبعونا زيحوا. انا مهندس؟ ايه طارق. وين باش مهندس؟ كيفك؟ كيفك؟ معلم هاي علين شو اخبارك؟ كيفك انت؟ واو ونيتو شو قوى؟ طيب انا رح اترككم مع الشباب الشباب بعينك هولي اصحابي عن جد شو اخبارك؟ ساري حدثك ارشيتاك؟ ايه انت الارشيتاك؟ انا بشتغل هيك هو اللي ظبط لك البسين؟ البسين؟ عن جد؟ انا بظبط بس بتظبط بسينات؟ ما بتظبط غير شيء؟ طارق بحكيك اوكي تنكتي طارق اسمك طارق شو طارق هون بس انزل كثير مهضوم شو هالفرق كثير مهضوم شرفتوني فتحت خلص قدامه كثير مهضوم ايه بس خلص خاطب الزلمه خاطب مين دعانه واذا خاطب تعال هون يا عقربه انت وياها بالضبط البسين وين كنتم امبارح عم دقدلكم عم تردوا علي خلص ستير خلص اعترفوا شو عرفك انه كنت فيني اقول لك عم بدي اقول لكم ما عم تردوا علي وين كنتوا؟ فيني اقول لك شيء؟ ايه بدك تنقهرة وهيكا صلحت انا وفليب ايوه صلحوا وفليب كيف تقبل تصالحوا؟ لا هو هذاك هي مات لا مات ليرجع لعن جد وين كنت عم تغني؟ كنت عم غني بالجمايزة ما انت بتعرفي بيا شجعني بيا شجعها انه عرفتها انه انا وعم غني اجى تحشر فيي هكا بعد الحفلة انه هيكا انه عرفتها انه عرفتها انه هيكا انه هيك وصحت تحط حركه فيا هو والله جاب له هديه جاب لك هديه جاب لك جاب له هديه جاب لي ميكروفون 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 على على البطاريه فيبراتور كتب لي عليه مجدي من فوق يا حياتي هيك بتلقطيه هيك وبتغني فيه حلو قوى انا عم فكر اتخانق مع بروال حتى يجيب لي كمان ميكروفون لالي فيبراتور والله عن جد كثير حلو عجبني اجيب لك كرباج لك انت بتحب الكرابيج بس 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 مش هيك يا واتسين انا وياه ما رجعت عكتوني ركتوني عادي لحالي مثل المسطولة طب معلش شي بقلي زمان انا خانق انا وفيليب خليني اقضي ليلي حالي هو انه عرفتها عرفتها شو عملت رجعت خلص ما ترد عليك ايه هلا شو هلا خبروني شو ما بتعرفي الشيء سوري ما كنت مركز بدي اقول لك شيء الا شيء تتسي عن جد انا ومجدي لقينا الشغل بدنا نشتغل عن جد؟ برافو يعني يمكن ما نقدر نشوفك دايما لا ما فيكم تعملوا فينا هيك عن جد يعني هول السهرات وكذا واو لا لا وكذا ما فينا يمكن لا ما تعملوا هيك عن جد ليش شو دبرت شغل؟ كهربجة كهربجة انا بدي اشتغل بالكهرباء ليه بقى؟ بتعرفي بضل على العمود من فوق هيك ما قلت لهم اختصاصي انا عواميد قال اوكي بنمد الشرايط من العمود هيك ونطلع بنوقف على العمود انه بده حدا يوقف على العواميد انه هيك هلا انت انت بتشتغل كهربجة انت وانت مقصف الرقبه انا اشتغل اطفاء الجه واو اطفاء الجه خذوا لكم بقى بتعرف شو يعني اطفاء الجه حبيبي؟ يعني الواحد بده يكون رجال بده يكون عنده عضلات بده يكون قدها وقدود ليكون اطفاء الجه بس انا بحب اشتغل كثير بالاطفاء الجه شو بدهم يعملوا فيك انت؟ بحب انا بس يرن الجرس يكون في حريقة ايه بس نركض كلنا ننزل على العمود وكل شيء واو على العمود وكل عرفت كثير بحب بس انا بكون اختصاصي خراتيم خراتيم؟ ما بتحب الخراتيم شو هن هول الخراتيم بنحطهم بكل شيء الخراتوم الكبار كثير حلو طيب لحظة لحظة انت خرجك اطفاء جي وانت مكهربجي انا رح اشتغل بارت تايم حلو كثير ليش اشتغل بارت تايم بشتغل هون شوي وبالافاجي يا عم اسمعوني شوي انا عندي شغلة لذيذة وحلوة ونظيفة ومهضومة لإلكم شو هي؟ شو عن جد؟ شو؟ سنجرة بالسنجرة سنجرجة أدوات الصحية ايه 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 كل أسطر هالقد واو عن جد بعده جارنا بعده جارنا عم يسألني إذا بعرف ليش سنجرة هلا بقول له أوكي ما بدنا نشتغل سنجرجة ايه عنده أسطر كبير قال بده يغيره يي يي يا ليه واحد عنده أسطر بغيره شو هالحكي هيدا ايه شو ايه تعال ننزل لعنده يلا بدكم بس فيني استعين عندك فازلين فازلين؟ لشو الفازلين؟ لأنه قشب إيدي يلا قومي خلصونا لنقول له هيدي هيدي هي عرفت هيدا رضع بالفوق هيدا رضع بالفوق بيضحك عادي هيدا مقليلة يعني